لامس بحذا داري. خرجوا خرجنا قربت 250 واحد، لا 250 في زنقه، زنقتي ما تعديش في الرباط كان سمعتوا بها، نقسم بالله دخنا شادين معناتها الواحد ولدي اعقل واحد في تونس، اه ولا شاد الديساتور وقاعد قاعد يسلمه معناتها فوق السطوحات يتنطر عليهم من فوق السطوحات. ما انت ما نجموش ما نجموش نخرجوا ما نجموش نخرجوا، شاد شي في زوز فروده ما نجمش نخرج فوق السطوحات تنطر برا مشي توا توصل البط الرابع فياج كاميون يعبيو فيهم بالحجر بردم طيحوا الديار من قاروهم ما نمت... في الربط في الربط بدا تو خليتهم انا خرج للنقطه وخليتهم الديار تمشي البيوت البيوت كلهم طايحين طايحين. ما بيجيب لي المشكل وين؟ يجي صفاقسي يعمل نصبه يجي الحاكم يوزعلو يودوه عامل يدي يجي يعمل الصفاقسي يجي يعمل نصبه وكذا باش يخدم فهم يجي البلديه ويجي الحاكم يقول له هنا عاملين سوق ليقهرك عاملين سوق والحاكم يتفرج عليه وما يكلموش دي ما طبق القانون على الجميع على الاقل ولا الطراح جا الطراح ولا مراكوشه فهمت اسكندر يا اخي احنا ضد ماناش عنصريين احنا اما اخويا هذا ولا غوره عيني عينك شيش ما ودك النوري عمره 15 سنه مختار فرق صغير يا رسول الله يدور يعطي سكينه لهنا كيما حكى حبيب انا تو انت غادي كاي عامل لي سوق غادي كاي هذا الحج هذا شو اسمه شو عيطوا له بن حميد ايوا حرب باش ما تبناش هذا اعطى البلديه الجرده هذيك مشى اعطاها سيدي للكوت ديفوارين للواحد لنا وحنا نعانيو انا نص بتاعك سكروا لي عليها كان نص بتاعي غادي كاي هاني بابا صغار عملوا سوق هما مش هما عملوا سوق هما جاهم لا 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 هما جاهم الحاكم اللي عمل لهم سوق نقولها قدامهم هي باندي جي تحكي ما جي تحكي ما تحكي ما تحكي ما كان يعمل هكاك يقرد عليك يقرد عليك يقول لك ما بلاس ما بلاس ما كان تليفونات في باب يا ولدي تحكي ما يعمل هكاك يغزل لك على برجنا اقول لك كيما البارح كيما البارح الراجل جاء في طريق المهدي الراجل عمره 32 سنه خلى زوج صغار قتلوه لا لا كلام هذا البارح هذه طريق المهدية من السبع كلام هذا تجي تحكي ما السودانيين لا السودانيين خاطيهم هاكم هاربين من الحرب هاكم خاطيهم هاكم نعينوا فيهم حتى ونعطيوا فيهم احنا مشكلة لافريكا لافريكا مشكلة لافريكا كو انت قلت لي غاروا علينا ويتحاموا ويتكتلوا مع بعضهم يا معلم انا بالبيكيات نخدم تحت بيا الدنيا واللي تنبيع في السلخ والمعاد نوصل الخدمة ماهيش عارف امتى عمل النصبة لهنا وقفوا خمسة ولا ستة من الناس قدام النصبة يحكيوا قلت له بعد شوية تكتلوا فيا معلم وانا بالبيكيات قلوا ترافاي تكتلوا فيها خمسة ولا ستة من الناس لنا كان ما جاو ولاد سوق وكذا وجاو يجي ألف من هموما خلنا نحكي لك عملية بسيطة سار دكس كلامك بالعسل ولا وزيد منا لنا كلام فيه كلام فيه والله هما ولا وزيد منا معلم شدوا واحد سودان زوز شدوا زوز كوت ديفوارين الحاكم نتاعنا داخل بيه سوق الحوت طرف في سوق الحوت يدور ويضرب الحاكم ضرب الحاكم والاخر هاي والاخر جبد السكينه ويحب يضرب جاب ربي احنا سوق الحوت واحنا خضار كل شدينا جرتهم وما تنجمش تشدوا غزال قلت لك انا عواننا طيخي. انا مش نغر على الحاكم انا ما يهمنيش فيه الحاكم انا حتى في الحاكم في خدمتي انا الحاكم انا مش ضد الحاكم في اما قرارات الحاكم هي اللي غلطه شنو نعمل لك سوق غالي معناها انت سي غلبتني جينا انا ولد بلاد انا يعلم بيا كان ربي 15 سنه فهمتي تجي انت تخرجني من نص تقول ويجيني يقول لي ما بلاص بقباحة حمل المسؤوليه للدوله دوله 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 كاو جاو قرابه 50 ولا 70 صغار فهمتي وملثمين ودخلونا ودخلونا ما خرجوا ديكاج ديكاج خرج معناتها لقاو جينا نثبتوا حسبوهم 20 واحد ولا 15 واحد لقاوهم في اللعبه في 200 اربع دار وانت فسر واحد اليوم بالكاميون خرج مولا الدار خرج 15 جرايه ولا 17 جرايه ببلاستين والشيء واش نحكي لك قلت لك اربع ولا خمس فيج وكانت تمشي تو مازال خرج في الفيجات في الدم والديار طاحت والدنيا كلها بعضها وانا ولدي ما عندوش حتى جمعتين اللي عمل عمليه على المعده باش ينقص المعده ولا لي بساتور شاد عاقل واحد قلت لك هاو يعرفوا الاولاد ولا لي بساتور واقف حرب اهليه معناتها حرب اهليه هكا مده جات 15 يوم ولا شهر انا قاعدين هكا والعوان نتاع الشرطه حبالي باش يدخلوا يشقوا شقال من هنا باش يمشوا للسمره دخلوا علي دخلوا عليهم بالحجر جاو نزلوا قال اضرب من الحجر قدام خذ جخلك انت بالحجر انا ما قربوش وش الناس المؤمن داخل بالحجر المنطقه نتاعهم هما معناتها محظوره على التوانسه باش يدوروا تعزيز اه قال لك بس هم فين نسموا فيه وقت يطلبوا تعزيز
قالوا سايب علينا من البلاد ومش ناقصين مشاكل. جاو يا عساس معنا، جاو معنا ودخلوا معاهم وكلم. تقول انت باهي تقول سايب علينا زميلك، تقول سايب علينا منهم، سايبين علينا منهم. صحيح مش يحب لهم تعزيز، مش يحب لهم مرمه، مش يحب لهم. احنا مالنا شكون يدخلنا يدخلوا معاهم، مش بوش واحد على خاطر الحاكم. احنا دخلنا زايد عارف، حتى جات دوريه بعد قالوا وصلكم شي الحجر لهنا، قلنا لهم حرام قدام ربي بالنسبه لغادي ما وصلنيش، اما غادي راه ضربهم. يدخل البلديه دخلت باش تردم ودار شنو بالحجر، اخرج قال له اخرج، مش عندك ما تردم، مش عندك ما تطيش زبل، وش عندك ما تعمل دي ولا يوريكم يا جماعه. ما سي حي سمار مازال موجود بعد بعد الحي سمار مازال مش عامل مع بوك غادي حي سمار يا خويا، تمشيو تعملوا نحل غاديك حي سمار راه مش تحل نروح. فما حاجه راح ما ندعيوش باش نتحاربوا معاهم، ما ندعيوش للاقتتال وما نحرضوش، لكن نحمل المسؤوليه للدوله والامن، مدير العامين ورئيس الحكومه ورئيس الدوله هو المسؤول. من 2012 عملوا كالمعاهده المرزوقي اللي صح خلاهم ليبر، هذه كلها تداعيات الاحزاب السياسيه والبرلمان اللي خلاهم يدفعوا يوافدوا علينا ماشيين جايين بشويه 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 للقرب يوليوا هما الملاكه واحنا الكرايه. هذه مسؤوليه دوله، لكن احنا ما نحبوش نكونوا احنا معناها باش نتقاتلوا معاهم ونتناحروا ونشجعوا ونضرحوا والناس اللي تحرض باش نتقاتلوا معاهم، لكن هنا نحمل المسؤوليه للدوله. نحب نفكر بحاجه، 2019 2020 اللي الاتحاد الشغل الطبوبي عيط لهم واعطاهم انخراطات للزافريكان. انا نخدم في الاتحاد واعطاهم انخراطات، معناها لهنا يشجع فيهم. هنا وين الدوله؟ نحمل المسؤوليه للدوله، هي المسؤوله والامن، مديرين العامين، عندنا اطارات دوله وعندنا جيش وعندنا دنيا والحمد لله. البارح تدخل الجيش يا اخي، مش هم افريكان نقعد نتقاتل معاهم بالسواتر ودرشنية عليه؟ ما يفهم الدولة اخويا. انا ما اخي مش نلعب الدولة ونحرضوا، ما نحرضوش الناس. فما انا سمع هو يقول لك المولد جهار بهار، يقول لك لا هذه بلاصتي وهذه سوقي وهذه الكروان نتاعي وما تدورش فيه وما تدخلش فيه. باه هنا نعاود نقولها يا اخي، صفاقسية جي تعمل نصبة لهنا في باب الجبلي، صفاقسي زوالي جي يعمل نصبة لهنا في ساعة من زمان، يجي الامن يقول لك اي هز باجاجك فك له السلعه، والافريكان تقاب النصبه نتاعو ويبيع ويشري في لحوم الكل وينصب ويبيع وكذا وكذا، والامن ما يتلفتلوش. تفهمونا تفهمونا، دي توصل افريكان الرز مقطوع والحليب مقطوع وكل شيء، تمشي انت العطريه باش تقول اعطيني باكورز يقول لك ما فيش، يمشي افريكان يمدوا حقه يعطيه يبيع له. قلت كلمة مهمة على الأخر، قلت لي وصلوا ينظموا هما جاف الحرقة. أي هما اللي نظموا الحرقة والرئيس يمشي بالجي بي اس، وأقسم بعزة الله هما التعب الوحيد اللي عندهم شنو ترى؟ شريان السقف. سيب البحر سيب، اللي يموت خليه يموت، خليه يمشي يحرق. يمشي ويشدوا وين العامرة غاديك يشريوا شقايف ويقصدوا ربي بهاك التليفون. خلينا نحكي لك أنا حاجة، صارت مشكلة هنا، صارت مشكلة هذه النصبة نتاعي، هذه النصبة نتاعي، صارت مشكلة هنا. أنا نخدم أنا ونسيبي، اسمعني بالباه، باه أنا نسيبي جبدوا عليه الحديد، الحاكم تاعنا جاء أشغال تمس منهم واحد، أنت تمشي 6 شهور حبس. دخلت باش ناخذ تجربة، بدات تولي من تحت تمس واحد تمشي 6 شهور حبس. لهنا اش مازال؟ اش مازال؟ تقول له كذا وكذا، اذا ما جيت منهم قال لك مس منهم واحد تمشي 6 شهور في حبس. مادام صافي قلت احنا زاد نسوي ما عادش مرتاحين، عاد خايفين على رواحنا، ولينا ما عادش مرتاحين، ما عادش نجموا نتعداو حتى من قدام باب الجبلي. حتى كي تغزر انت على روحك عاديه، معناها غزره عاديه، المراه منهم ولا راجل منهم يبداو يكحروا لك على فرد جنب، قول باش ينكزوا عليك ولا يضربوك ولا واحد، ولا في بلاده ما عادش مرتاح، معناها ولا في بلاده في حوض ما عادش يحس بالامان هكا، ما عادش خايف على روحه في بلاده ولا خايف، ولنا خايفين حتى تليفون يفكوه لك، حتى يغزر لك يقول لك يطلبك في فلوس تقول له ما عنديش ينجم يضربك، معناها ولينا معناها خايفين على رواحنا. احنا كمان معناتها تو نحكيو شو على الفيديو اللي شفناه اللي صار في الرباط، معناتها حرب اهليه باتم معنى الكلمه، دار محروقه، حجر، مولوتوف، سيوف، شو اي 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 هذيك صارت البارح طاحت الروح كيما هكايا، معناها وما زلنا نحن نراو في كل بلاصه، ومش كان توا باش يوصلوا للسلطنيه ويوصلوا لاحياء اخرين ويوصلوا في كل بلاصه، تو هما منتشرين معناها
في كل ثنيه في كل بلاصه واحد ولا يمشي يخاف. حتى في الخلال المخلي طريق المهديه 17 كيلومتر هما موجودين، حتى في الطريق سلطنيه الفوق في كل بلاصه الفوق ماهيش نتاعهم صفاقس. منين صفاقس نتاعهم؟ وقتاش جاو؟ وقتاش ولاو بلادهم؟ ولات بلادهم صفاقس؟ اما هما يحبوا يحتلونا، يحبوا يفكونا بلادنا، يحبوا معناه يغوروا علينا. احنا هكايا مش مرتاحين بصراحه، ولينا خايفين. وين احنا تو العرب مش نمشي نهربوا منهم ونخلوه لهم بلادنا ونمشي نخافوا على رواحنا؟ ما كاش يذبحونا. انت القضيه انت حي الحبيب هذاك برشا شكوا اللي هو ولده، وقالوا دازوا فيها الحكايه اللي هو بالمخدرات وكل. حتى نفرضوا هو بالمخدرات ما يوصلش باش يقتلبوه، هذا كل اعمى هو سي. حتى نفرضوا هو طفل معناها مخدر دروكي، لا 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 اي نحكي لك. هما احنا نشكوا فيهم، هما اللي دخلوا لهم وذبحوهم.